اهلا بكم حلقة جديدة من هاني ماريان في بلاد الامريكان. طالت الغيبة عليكم انا عارف، واحنا ان شاء الله راجعين زي الشهر اللي فات واكتر كمان الشهر ده. بس طبعا يعني البداية الاحداث اللي حاصلة وكده الواحد يعني ملهوش نفس يعمل الحلقات. بس النهاردة انا رجعت لكم النهاردة الصبح بحلقة عن منظفات في دولار تري. النهاردة في حلقة مهمة جدا جدا جدا. مين الاشخاص اللي هم احنا رايحين نشتري بيت اللي احنا بنتعامل معهم، ومين هم، وعايزين نعرف ايه اهميتهم والبروجرس او الخطوات اللي بناخدها مع كل واحد فيهم، مين الاهم ومين المهم، ومين يجي الاول ومين يجي في الاخر. طب احنا في ناس كتير، ممكن اول واحد يعني نقول ما بين اتنين، يا اما الريل استيت. الريل استيت ممكن تشوف واحد انت تعرفه وتكون تكون يعني واثق فيه ويكون عارف كل الخطوات اللي بيعملها، سواء يكون عنده خبرة كبيرة، عمل باع واشترى بيوت كتيرة قبل كده. او نروح للون اوفيسر. اللون اوفيسرز اللي هو ده هو اسم، يعني الاسم اللون اوفيسر ده اسم احنا بنقوله، بس هو الاسم الاساس اللي هو لون جنريترز، اللي هو اللي بيعمل لك اللون. اللون اوفيسر هو تقريبا اهم واحد في الموضوع ده كله، هو اللي هيعمل لك، اللي هيقول لك هتدفع كام في الشهر، اللي هو اللي هيقول لك كمان الداون بيمنت بتاعك هيبقى كام، ايه الكلوزنج كوست هيبقى كام، وكمان هو اللي بيدي لك اللي هو الجواب بتاع الموافقه. فده يمكن اهم شخص في المنظومة كلها، ده اللي هيدي لك الجواب بتاع الموافقة. طبعا اهمية اللون جنريتر او اللون اوفيسر ان هو اللي بيدي لك الجواب ابروف، يعني انت ما تروحش مثلا تروح للريل استيت تعالى نروح نحط عرض على بيت وانت ما يكونش عندك اي موافقة بقرض. فهو انت طبعا العملية بتبقى صعبة جدا انك انت تروح مثلا تعمل عرض على بيت وما يكونش معك اوفر، وفي الاخر تقول مثلا للريليتر بتاعك احنا يا عم تعال نشوف نحط عرض يمكن يتقبل، وبعد كده نروح نطلع الـ يعني القرض بتاع البنك. طبعا ده خطأ كبير جدا. فأهم حاجة في المنظومة دي كلها يكون عندك جواب بقرض او قرض ابروف لقرض انت هتاخده من البنك، وده عشان كده تيجي اهمية لون اوفيسر اللي هو كأول شخص بتتعامل فيه او بتتعامل معاه في المنظومة دي كلها. طبعا اللون اوريجينيتورز ده بقى يدي لك اللي هو البري ابروف، بمعنى اصح يعني البري ابروف ان ممكن يكون سعر الفايده فوق او سعر الفايده تحت. اهم حاجه لازم تعرفها ان تكون السكور كريدت بتاعك او الكريدت، يعني لازم تشيك على السكور بتاعك ليشوف هل هو موافق ليه ولا مش موافق ليه. وطبعا هما بيحبب انه يكون اعلى من 46 علشان يبدا هو يديل معك او يدي لك الموافقه. طبعا هو يعني بتبع شوب اراوند وتشوف ارخص فايده ممكن اي بنك يديهولك، في بنوك وفي مورجج شركات مورجج وفي في البنوك، يعني فتجو اراوند وتشوف احسن واحد هيدي لك فايده. او لو انت عارف الريل استيت بتاعك والريل استيت عارف اللون اوفيسر كويس ممكن تروح معاه بس تشوب اراوند، يعني تشوف مين اكتر واحد هيدي لك فايده اقل، خصوصا في الايام اللي احنا فيها دي، فايده بتطلع فايده بتنزل كده يعني. فالمهم جدا انك انت تتعامل مع اللون اوفيسر ده يعني ايه، بتكون اوبن مايند، يعني تشوف هو هيقول لك ايه، محتاج ايه منك، كل الحاجات اللي هيحتاجها منك لازم تحققها له او تقولها له، من ضمنها ابروف ليتر مثلا من الشغل اللي انت فيه، مده الشغل، ولازم كمان يعمل لك ران للكريدت. فما حدش يقول له لا ما تعملش ران للكريدت عشان يجينا هيرت مي، طب هو ده شر يعني، ده لازم شر لابد منه زي ما بيقولوا. فلازم يعمل لك ران للكريدت بتاعك ويشوف ايه هو الكريدت بتاعك، السكور بتاعك، علشان يعرف يدي لك اللون. طبعا اللون اوفيسر هيسالك على شويه طلبات زي ما قلت، فانت لازم تكون ما تعقدش الامور، لازم تتعامل معاه لان الحاجات دي بتبقى ريكويرمنت، يعني حاجات متطلبه زي مثلا درايفر لايسنس بتاعتك، الدبليو 2 بتاعك، التاكس ريتيرن بتاعك، مده السنين اللي انت عايش فيها او اللي انت اشتغلت فيها في الشركه اللي انت فيها او الوظيفه اللي انت فيها،
او هو ابروف ليتر زي ما بيقولوا، انك انت مثلا شغال كذا سنه في المكان اللي انت شغال فيه او وهكذا. فانت الحاجات دي متطلبات، فلازم تكون اوبن مايند ولازم تكون متفتح للحاجات دي وتكون ماشي معاه بالسلاسة اللي هي المطلوبة بمعنى صح. بس نلاحظ حاجة مهمة جدا اللي هو انك انت تعمل لوك للريت، تخلي يعني هو دايما البنوك اغلب البنوك ما تقدرش تعمل لوك للفايدة اكتر من 30 ل 45 يوم تقريبا. فانت تكون واخد بالك جدا، لانك انت لو عملت لوك للريت معين او الفايدة معينة، بعد كده لو الفايدة نزلت which is ان هي مش حاصلة اليومين دول طبعا الفايدة بتطلع، بس لو حصل انك انت عملت لوك الفايدة نزلت مش هتقدر تاخد الفايدة النازلة، لانك انت عملت اوريدي لك للفايدة اللي هي حاليا او اللي انت عملت عليها لك. فتبقى تفكر الف مرة وتشوف انسب وقت انك انت تعمل لك للفايدة امتى، وده طبعا عن طريق انك انت تتكلم مع السمسار بتاعك او الريل استيت بتاعك واللون اوفيسر علشان تعرف انسب وقت انك انت تعمل لك للريت بتاع او القرض بتاع البيت اللي هو الفايده بمعنى صح. طبعا نسال اللون اوفيسرز اهم ثلاث اسئله، انك انت هتدفع كام، المورجج بتاعك هيبقى كام، الريت بتاعك هيبقى كام، او بمعنى صح الداون بيمنت، انا اسف يعني هندفع كام، المونثلي بتاعك هيبقى كام، الداون بيمنت هيبقى كام، والكلوزنج كوست التكلفه بتاعته كام، عشان تعرف عشان تاخد فكره طبعا هتدفع كام في الشهر. لازم تكون ده حاجه يعني افوردبل، يعني حاجه انت تقدر تدفعها. الحاجه الثانيه اللي هو انك انت يعني تقدر يعني حتى تقدر تجيب كام معاك فلوس في ايدك انك انت هتدفعها داون بيمنت. والتالت حاجه هتشوف الكلوزنج كوست، لان ده بتدخل من ضمن الحاجات اللي ممكن تاخدها من البنك او ممكن تكون جايبها في جيبك. فده تلات حاجات مهمين جدا. تاني شخص من او تالت شخص بنتعامل معاه اللي هو الانسبكتور. الانسبكتور في ناس كتيره خصوصا مع المشاكل اللي حاصله او الشورتج اللي حاصل في البيوت، في ناس كتير بتوفويد الموضوع ده، بتقول لك لا انا مش هدفع فلوس للانسبكتور، لانه ممكن انا ما اعرفش الاتمان كام، يعني في حدود 300-400 دولار ممكن واحد يجي لك انسبكت البيت. يعني ايه انسبكتور؟ اللي هو المفتش، المفتش اللي بيفتش لك في البيت ويشوف كل حاجه فيها، دي عايز يتصلح، مش عايز يتصلح. انت ممكن في لما بتتقدم الاوفر بتقول مثلا اني انا مش هاخد البيت ده غير لما اعمل انسبكتور. في ناس علشان الفتره اللي فاتت كان في ناس كتيرة العرض قليل والناس كتير عايزة تشتري، وفينا في كذا اوفر بيبقى عند صاحب البيت، صاحب البيت بياخد مثلا الناس اللي ما بتقول لك انا هاخده از از، مش هسأل في الانسبكتور. في ناس بتحطه ان خلاص انا اخده از از، لو انت خدته از از خلاص ذات سيت، يعني انت مش هتقدر تقول لا ده في حاجة بايظة، ده في حاجة هنا بايظة، ده في باب مكسور، باب متخلع، حيطة مكسورة، حيطة مش، لانك انت قلت للريل استيت بتاعك اكتب في الورق ان انا هاخده از از. فما ترجعش تقول له بعد مثلا بعد شويه لا انا مش هاخده از از، لا في حاجات ما الحاجات دي ما تبقاش، انت كده بتدي هارد تايم للريل استيت بتاعك وبتبقى هارد تايم كمان لنفسك. فانت اختيارك انت، الانسبكتور مهم، مهم جدا انك انت بيشوف عيوب البيت. انت ممكن تعمل نقولك يعني انت ممكن تقول تجيب الانسبكتور بس تقول له ده حاجه من عندي انا عشان اكشف انا البيت فيه ايه، لكن ده مش معناه ان انا هروح اشتري البيت بناء على الانسبكتور. يعني انت موافق انك تشتري البيت ازيز، بس انا هجيب انسبكتور او مفتش يبص لي على البيت عشان يعرفني انا اللي معرفتي انا ان انا عايز اعرف لنفسي، مش ملهاش دعوه خالص بالشراء. يعني انا خلاص قررت ان انا اشتري في الاوفر، انا مش قايل ان هو كونتينجنسي، يعني مش قايل ان انا هشتري البيت بناء على الانسبكتور، لكن انا هعمل انسبكتور واتس ايفر علشان اضمن ان البيت بالنسبه لي انا انه كويس. لكن في ناس ممكن كتير ما تقول لك لا انا مش عايز انسبكتور وخلاص انا اكتشف مع نفسي، ما تقدرش بعد كده تغير رايك، دي بقى انت بتدي نفسك هارد تايم، بتدي الريل استيت بتاعك هارد تايم، بالاخر بتقول لك انك الريل استيت هو اللي شربني الموضوع، لا انت اللي طلبت كده وانت اللي عملت كده. فالانسبكتور مهم جدا جدا، بيكشف لك كل حاجه في البيت، بيطلع لك للروف فوق، يشوف الروف وحش كويس بايظ في مشاكل، يشوف لك كل حته في الحيطان بتاعت البيت،
الهيت، الاير كونديشن، الحاجات دي كلها من ضمن الحاجات اللي هو بيبص عليها علشان يدي لك البيت زي ما انت يعني زي ما بيقولوا باحسن حاله. وانت لو اردت انك انت لو انت مثلا هاندي مان مثلا يا عم، وانت خلاص انا عاجبك البيت وانت خلاص مش مهم التصليحات اللي فيه، او بمعنى مش مهمش مهم يعني انت حاسس ان البيت اوكي ما فيهوش حاجه، جيبه لنفسك لانك انت تعرف واتس جوين اون مع البيت، او لو انت مش عايز تجيبه حاجه ترجع لك. فالانسبكشن بتاع البيت او انك انت تجيب انسبكتور للبيت ده مهم جدا. ولو في حاجه برضو لو انت وافقت او البائع وافق انك انت تعمل انسبكشن للبيت، وبناء عليه انت مش هتاخد البيت غير على بعد ما تشوف الانسبكشن وتشوف الانسبكتور هيقول لك ايه في البيت، وشاف مثلا في عيوب وانت اتفقت مع البائع ان هو يصلح لك العيوب دي والبائع وافق، بتبص بتبعت يعني بتروح انت وتشوف العيوب دي كلها اتصلحت وبعد كده بتوافقوا خلاص. ده حاجة برضو من ضمن الحاجات انت اللي ممكن تعملها او ما تعملهاش حاجة ترجع لك لو انت عايز توفر ال 300-400 دولار 500 ما اعرفش كام المبلغ، بس انا مجازا يعني متهيالي في الحدود دي يعني. وممكن الريل استيت بيكون عنده انسبكشن او انسبكتور كويس هو ممكن يعني يبروفايد تو يو يعني، او يقول لك عليه او يقول لك ده مثلا كويس انا متعامل معاه وهو انا ضامنه. وبرضو لو انت خايف ما تاخدش البيت بناء على ان البائع مثلا عنده كذا اوفر ومش هياخد الاوفر اللي هو قايل له ان انا مش هكمل في شراء البيت غير مع الانسبكشن يبقى دان، برضو حاجه ترجع لك. الشخص الرابع اللي هو الابريزر اللي هو التقييم. لازم البنك او المورجش كومباني اللي انت واخد منها اللون تقيم البيت. التقييم مش بناء على المنطقه اللي انت اللي انت اخترت فيها البيت، التقييم مش بناء على وجهه نظرك انت، التقييم مش بناء على الاوفر اللي انت حطيته. لان في ناس انا مثلا كواحد كهاني مثلا انا حطيت مثلا تقريبا 30,000 دولار زياده عن العرض اللي كان مطلوب او الثمن اللي هم كان مطلوب من البائع علشان اعرف اخد، لان كان في 14 اوفر حواليا. فالبنك جه يقيم البيت، فده تقييم بناء على معطيات معينة بناء على حاجات معينة هو البنك او الابريزر بيعملها احنا ما نعرفهاش طبعا. هو بيقيم لك البتاع ده، فهو على حسب البيت يعني على حسب التقييم بتاعه البنك بيوافق على يدي لك المبلغ قد ايه. بمعنى لسه مثلا البيت اللي انت عايز تشتريه انت حطيت عرض مثلا ب 650، فجي البنك بص عليه قال لك لا ده البيت ده ما يسواش اكتر من 630 او 620 630 لسه، وانت مصمم انك تاخد البيت، فانت لازم تجيب 20,000 من جيبك الفرق ما بين التقييم بتاع البنك والتقييم واللي انت العرض اللي انت حطيته، عشان البنك مش هيدي لك اكتر من التقييم بتاع الابريزر اللي هو بيشوف حالة البيت وتمن البيت وبناء عليه بيتمن البيت. فالمقيم ده او الابريزرز ده بيكون طبعا بيكون راجل فاهم وعارف، لان هو لما بيخلص بيدي لك كتيب كده صغير بتاع 50-60 صفحه كاتب فيه ليه قيم البيت بالشكل ده، فيه كل حاجه انت عايز تقراه اقراه على حسب ما انت يعني لما يكون عندك وقت تقراه يعني. ف يعني ما الشخص ده بيكون طبعا ما بيطلعش كده ابريزر كده لوحده كده من مره واحده، لا هو طبعا بيكون ترينر الاول، بعد ما بيخلص ترينر بعد كده بيروح يقضي مش عارف كام ساعه تريننج، وبعد كده بناء عليه بيبقى ابريزر. فهو طبعا فاهم وعارف هو بيعمل ايه وبيقيم البيت بناء على معطيات معينه هو عارفها. لو انت عايز طبعا تتعلم او مش تتعلم معنى لا ليه عايز تعرف هو قايم بيتك بالشكل ده ليه، ممكن تقرا التقرير اللي هو بيبعته للبنك، لانك بيبعت لك انت كوبي منه او صور منه. فده الابريزر. فمش مثلا لازم يكون الريل استيت بتاعك فاهم وعارف السوق ودارس السوق كويس وفاهم الفاليو بتاع البيت هو ورث ده ولا مش ورث ده، لان
التقييم بعد كده مهم جدا. مش هتحط مثلا مبلغ خيالي زي ما انا قلت وبعد كده يجي انا حطيت مبلغ خيالي بس ربنا ستر ان الابريزر جه فرق 7000 عن ما انا قدمت الاوفر بتاعي، فطبعا اضطريت ادفع 7000 من جيب، بس كان يعني مقارب لان الوقت ده كان البيوت كان تمنها في الطالع، فانا ما كنتش حاطط مبلغ كده وخلاص، لا انا كنت مقدر المنطقه كم انا يعني، ومع طبعا مع المكان مع حديثي مع الريل استيت طبعا بتاعي. فبلاش الريل استيت اللي معاك يكون مثلا داخل كده داخل مره واحده حته مره واحده، لازم يكون دارس وعارف وفاهم هو بيحط الاوفر بناء على ايه وياخد ويدي معاك علشان طبعا توصلوا للحل او تحط اوفر كويس ممكن العرض يتقبل في الاول، ثانيا ان البنك يقيم البيت على حسب اللي انت او ما يبقاش في فرق كبير ما بين العرض بتاعك والتقييم بتاع البنك. اخر شخص احنا بنتعامل معاه اللي هو التايتل كومباني. التايتل كومباني هم الناس اللي هم بيقوموا بتوزيع الادوار بمعنى اصح. بمعنى ايه؟ يعني هم خلاص انت خلصت كل الحاجه وخدت خلاص انت بتروح تمضي في اليوم يوم معين، قبل ما تمضي اليوم المعين التايتل كومباني بتكون هي معديه يعني عاده الورق عامله الورق كل حاجه ومستعده انك انت تروح. التايتل كومباني هي المسؤوله انها بتدفع مثلا للبايع اللي هو عليه لسه فلوس للبنك، بتدفع للبنك للبايع يعني بقيه الفلوسهم، وطبعا البايع ليه فلوس مثلا زياده بتدفع له هو الشيك لوحده، اللي بتدي الكوميشن للريل استيت بتاعك وتدي الكوميشن للريل استيت بتاع البايع. هي اللي برضو مسؤوله انها بت بت بتقول لك انت مثلا بتدي لك التفاصيل المرج البيمنت بتاعك هيبقى قد ايه، انت الكلوزنج كوست قد ايه، امتى اليوم التاريخ بتاع الدو ديت بتاع المورجج بتاعك. يعني هم دارسين، هم طبعا بيبقى مكتب محامي، مكتب محاسب قانون او محامي، بس هم طبعا التايتل ايجنت هو اللي بيدي لك الورق، مش تحت شرط ان هو بيبقى محامي بس يعني بيبقى شغال في نفس الشركه. لو اغلب الريل استيت بيكون عارفين شركات معينه بيشتغلوا معاها، انت بتدي لهم الورق وهم اللي بيعملوا لك التوزيع دي، وده تقريبا اخر ناس انت بتتعامل معاهم. في حاجات فرعيه، بمعنى ان الترمايت مثلا لو في انت في عايز لو انت عايز تشوف تعمل ترمايت تيست على البيت اللي انت اللي هو نوع معين من الحشرات اللي بياكل الخشب ده، لو انت عايز تخليهم تعمل دي حاجه ترجع لك انت، ولو في حاجه لو في طلع ان في حاجه دي سهله انك انت ممكن تجيب كومباني بتقتل الترمايت دي وبتخلصها خالص، مش حاجه يعني تخاف منها قوي. بس هو يستحسن ما يكونش فيه، بس لو فيه ما تتخضش حتى لو بعد ما تشتري البيت، ان الحاجات دي ممكن لو بتتقضي لو في شركة معينة حلوة كويسة بتخلصك من الترمايت ده ما بتبقاش بيج ديل، يعني ما بتبقاش حاجة تخاف منها قوي. تقريبا انا قلت هم اربع اشخاص رئيسيين بما فيهم الريل استيت بيبقى خامس، الشخص الخامس يعني هم اللي بتتعامل معاهم من اول ما بتفكر انك تشتري بيت لغايه ما تمسك المفتاح بتاع البيت وتدخل بيتك الجديد باذن الله. لكل ناس نفسها تشتري بيت هنا في امريكا، النصيحة المهمة والأهم إن أنا قلتها قبل كده، لو حبيت تبصوا على الفيديوهات اللي أنا اتكلمت فيها على الكريدت سكور وإزاي ننميه وإزاي نطلعه فوق، ده لأنه مهم جدا ودي أول خطوة لازم تاخدها. وشوفوا الفيديوهات وإن شاء الله هحط لكم اللينك. ده تقريبا كان كل عندي النهاردة، يا رب الحلقة تعجبكم، يا رب الحلقة تبقى مفيدة. خلينا نرجع كده ونعمل أكتف لمعلومات وحاجات مهمة جدا هنا في حياتنا في أمريكا. ربنا يكون معاكم ويا رب ياخد بإيد كل الناس وياخد بإيد كل البشر في كل العالم في كل العالم، وأنا أعني ما أقوله يعني. وربنا يكون يعني في عون الناس المحتاجة عون، وخصوصا في منطقتنا في المنطقة العربية. دمتم في صحة وسعادة وسلام وأمان، ويا رب يحمي الأطفال خصوصا الأطفال والشيوخ والعجائز من اللي بيحصل. ربنا يكون معكم ودمتم في صحة وسعادة وسلام وأمان، ونهنا لكم سلام.